السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في ناس كتيرة بتسأل عن اللجنة اللي هتمسك النادي الإسماعيلي ومين رئيس مجلس الإدارة المؤقت. عايز أقول لك إن مفيش حد عايز يمسك النادي الإسماعيلي، الناس كلها بتهرب من المسؤولية لأن الإسماعيلي في وضع صعب. الإسماعيلي في وضع صعب، حتى أحمد حسام ميدو أنا مشفق عليه، معلش يعني النتائج مش ماشية معاه، وانا حاسس ان هو عاوز يعمل حاجه للنادي الاسماعيلي، انا حاسس ان هو عاوز يعمل حاجه للاسماعيلي بس مش قادر. يعني الدنيا حسابين كده، لما تيجي تحسبها تلاقي ان الاسماعيلي حقق مع جريده من 18 بونت 3 نقاط، 3 من 18 مع جريده، 6 ماتشات ب3 تعادلات و3 هزايم. ايمن الجمل يمكن احسن واحد حقق منهم رغم المده اللي هو مسك فيها، يعني حقق 4 من 12 تعادل وفوز وفي 4 ماتشات، ف4 من 12 نتيجه كويسه جدا. احمد حسام ميدو لحد دلوقتي 6 من 18، نفس نتيجه خوان كارلوس جاريدو، مع الفرق ان جاريدو كان فيه مساحه اكبر وفي فتره اعداد وفي. طبعا إن الحالة النفسية عند اللعيبة أو عند الجهاز الفني يعني متأثرة، في ضغوط كبيرة جدا، عايزين يعملوا حاجة ومش عارفين. اللعيبة برضو نفس الموضوع، خايفين جدا. الماتش اللي جاي بيغيب باهر المحمدي عن خط دفاع النادي الإسماعيلي، ولكن إن شاء الله بإذن الله هنشوف وجه جديد، إياد العسقلاني وجوده مهم جدا، أنا ناديت بيه من بدري، وأتمنى يكون في فكر جديد عند أحمد حسام ميدو مع استمرار احمد حسام ميدو. انا تاثرت بالجملتين اللي هو قالهم للجمهور في اسوان، وقال لهم ادوني فرصه فوز واحد ينقلنا ويخرجنا من الموقف اللي احنا فيه، ويا رب نخرج من اللي احنا فيه ده، ورب نشوف الاسماعيلي بيرجع تاني. يعني لان انا شايف الشارع الاسماعيلاوي في حاله حزن، في يعني الكوره بنتمثل الاسماعيليه والجمهور الاسماعيليه في كل مكان، حاجات كتيره جدا. شعبية النادي الإسماعيلي بدأت تقل يا جماعة، بدأت تقل. يمكن ده تخطيط ضد النادي الإسماعيلي من سنين طويلة إن شعبية النادي الإسماعيلي تقل، لكن إن شاء الله بإذن الله يرجع ونشوفه في مكانته الطبيعية، وعاوزين نقف جنب النادي لآخر لحظة. وفي كلام يعني إن ممكن يطلب إبراهيم عثمان يرجع يمسك النادي من تاني، يعني في ظل إن الموضوع سايح وفوضوي لغاية دلوقتي ومش ماشي في مجاله الصحيح، ومش شايفين النادي الاسماعيلي، ومش شايفين حد بيجري يمسك النادي الاسماعيلي عشان يرجع النادي الاسماعيلي لحالته الطبيعيه، مع ازمه ايقاف القيد، مع ازمات كتيره جدا بيمر بها النادي الاسماعيلي. لازم انت كمشجع اسماعيلاوي تكون في ظهر النادي الاسماعيلي. احمد حسام ميدو لو ما جاش مع النادي الاسماعيلي يمسك اي حاجه في النادي الاسماعيلي، انا شايفه بيحب النادي الاسماعيلي، ولكن لازم نكون واقفين جنب النادي الاسماعيلي. وشفت انت التعليقات، يعني مثلا احمد سمير فرج كاتب بوست بيقول انا مش هتكلم في كوره تاني، يعني خلاص الموضوع بقى صعب، اصعب من ما حد يتصور، يعني بالنسبه للاداره ومجلس الاداره والاعباء الماديه، ومش حقيقي حد هيجي يمسك المجلس الاداره في الفتره دي، لان الموضوع مسؤوليه كبيره جدا، ولازم يصرف على النادي ولازم يتحمل المسؤوليات الماديه والاداريه، مش فاكر رجل اداري فقط. لكن انا وجهة نظري انه راجل اداري يمسك، راجل اداري بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، نقدر يبقى في شكل استثماري نسد ديون النادي الاسماعيلي. عندك لعيبه كتير ممكن تستثمر فيه، وبعدين سنتين ثلاثه الاسماعيلي يقف على رجله ونلاقينا بالنفس. ولكن الله يكون في عون جمهور النادي الاسماعيلي، والله يكون في عون الجهاز الفني، استمر ما استمرش، اتمنى التوفيق للنادي الاسماعيلي باذن الله، ويا رب يكون اللي جاي احسن.